حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فلا تاكل فانه وقيذ قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أسمِ عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمِ على الآخر.